من المفروض سيد الرئيس يقد لي زاسيز متاع المالية العمومية. سيد الرئيس هذا متاع مجلس أمن قومي راه تجيب فيها خبراء خدموا مع الحكومات الكل ليش بيه مش مشكل اللي نجم يعطيك الحلول أيا كان ينجم يخدم معاك. فهمت؟ احنا نحكي على منطقة الدولة ورجال الدولة مش هذا يخدم في حكومة زايد ولا لا لا خبراء نحكيه خبراء وما حاش نشبههم الخوين الجميع بلا لازمك خبراء لازمك خبراء يجيوا يقولوا لك يا سيد رئيس هاو يعطيوك سيناريو A سيناريو B سيناريو C تختار منهم السيناريو اللي يساعدك لكن ما تنجمش انت تقعد قاعد غادي كل ما تخرج في خطاب تقول ما حاشيش بالإفامي ونحب السيادة الوطنية على روسنا وعينينا السيادة الوطنية أما باش تكون ثم السيادة الوطنية لازمك توكل الشعب المفقر معناتها هذيك الزويولة لازمهم ياكلوا على خاطر التيغم زادة وقت اللي البنوك ما عادش باش تنجم تخلص الدولة وإحنا مكملين مكملين في الطريق هذايا ومتمنين به التيغم وقتها الدولة ما عادش باش تنجم تخلص الشهاري زادة لازم واحد معناتها هذا خطر هذا يتسمى خطر داهم هذا يتسمى خطر داهم دونك لازم حلول عاجلة عاجلة باش نلقاو كيفاش احنا معناتها نجم نحلوا البيبان للاقتراض الخارجي.